والكتابة، جورنال الباشا، محمد توفيق. إن الحاكم يجب عليه دائما أن يستغل الصحافة لمصلحته ويجعلها في خدمته. وما الموت إلا نقلة، وغير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. فالأخبار تسقط قيمتها إذا تقادم عهدها. إن الخدم دائما ما يسارعون في إرضاء الوالي الجديد. الإجراءات العنيفة ضد الصحافة غالبا ما كان ضررها أكثر من نفعها للحكومة. لا وطن إلا مع الحرية، بل هما سيان، وكل واحد منهما متمم للآخر، والسياسة لا تصح إلا إذا بنيت على الحرية. لا يخفى على أهل الكياسة والنباهة والفراسة فوائد الجرائم. الهوى شريك العام. الحال تاوي اللي يطلع من البحر الداوي عجائب النكت الكسلان والغالي، ويرمي الغشاش في الجب الهاوي. لن تجد لتأخرنا غير سببين أصيلين، وهما التعصب والاستبداد. فأما الأول فهو عبارة عن سوء استعمال الدين، وأما الثاني فهو أن تكون الأمة مقيدة برأي واحد من الناس، لا تتحرك إلا بإرادته ولا تفعل إلا لرضاه. الحرية تؤخذ ولا توهب. لقد كمم الطغاة أفواه الناس لدرجة أنهم لم يستطيعوا مناقشة أي موضوع، خوفا من أن يتعرضوا للاتهام بالكفر أو الزندقة أو العلم في ذات الحاكم. تصبرون على الظلم حتى يحسبه الناظر عدلا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، والحل للقوة لا يعطاه إلا من ظفر. متى يستقيم الظل والعود أعوج. فنعم الأحباب لازمونا في الهناء وفارقونا في الشقاء. إن السلطة مثلما تضيق بمعارضيها تضيق أحيانا بمؤيديها إذا ما خرجوا عن الدور المرسوم لهم. إن السبيل إلى نهضة الشرق هو طريق التربية والتعليم حتى لو كان طويلا وبطيئا. فالحقائق أقوى وأبلغ من الكلام.
على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إن العيش في هذه الدنيا لا يصلح إلا للقوي، وإن الضعيف لا بد أن يضمحل. الدولة إذا فقدت استقلالها فقدت نفسها، أما السلطان إذا كان ظالما فسيذهب يوما ما ويخلفه سلطان عادل، ولكن الدولة إذا ذهبت فلن تعود أبدا. الحق أقوى أمين، والصدق أسمى قرين. إن الحكومة العادلة هي التي تعرف قيمة حرية الأفكار. المستبد يكره العلماء والأذكياء ويحب الحمقى والجهلاء، لأنه يستحقر نفسه كلما وقعت عينيه على من هو أرقى منه علما. لذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل، ويبحث عادة عن الغبي المتصاغر المتمرد الذي يمكنه أن يضعه حيث يشاء دون أن يناقشه أو يزعجه أو يقلق من انقلابه عليه.